فرحان اول نادي يوصل سعودي يوصل للعالميه، اداء مستوى كل شيء كان حلو كل شيء. وشكرا شكرا للمغرب على الاستضافه الجميله والتنظيم الحلو والبلد المضياف. بس ان شاء الله راح نفوز على ريال مدريد ان شاء الله. غادي نرجع بالكاس للسعوديه باذن الله الرياض. والله الحمد لله، يعني هذا اول شيء فخر كبير يعني، وانا شرفنا الحمد لله السعوديه. يا رب لك الحمد. وما في جديد يعني، الهلال نادي كبير ودايم معودنا على المنصات، وباذن الله يعني النهائي يكون يعني ان شاء الله فخر للسعوديه ان شاء الله، وفخر لنادي الهلال باذن الله وجماهيره. التنظيم والله يعني كان واعي بزاف يعني، ومؤازرتهم معنا اليوم مباراه كان كل ممكن اغلبهم كل الناس ديال اتحاد طنجه، يعني شكرا لهم بزاف تنظيم، وكانت صراحه اجواء حلوه، فان شاء الله يعني نفرحهم ان شاء الله بالبطوله باذن الله. هذا الهلال، بس هذا الهلال الحمد لله، اللهم لك الحمد. نهائي يستحق انه يلعب فيه الهلال، من زمان يستحق وجاء الوقت اللي يلعب فيه. كنا متوقعين انه بنروح النهائي ولا ما كان جينا هنا، وباذن الله انه نرجع معانا الكاس باذن الواحد الاحد. وشكرا للجمهور المغربي العظيم اللي ساندنا اليوم ووقف معانا، انتم على عيننا وراسنا، شكرا لكم. انا سعودي جاي من الرياض وحضرت هنا وفازوا. انا حضرت المنتخب المغربي في كاس العالم في قطر، وفاز المنتخب المغربي على بلجيكا وفاز على كندا، واليوم احضر هنا في ارض المغرب، ارض الحب، ارض العطاء، ارض الجمهور، ارض الرابطه. الحمد لله اليوم مبروك الهلال فوز وتاهل لنهائي كاس العالم الحمد لله. احنا فرحانين معاكم، فرحان بكم، والحمد لله احنا اليوم احنا فرحانين يا اخي. والهلال فايز، والهلال فايز والله. فريق الاهلي شرف بينا السعوديه، احنا واثقين، احنا ما جينا للرباط هنا الا واثقين انه على النهائي، وان شاء الله كاس باذن الله. يعني هزمنا الارجنتين واليوم هزمنا البرازيل، ما في الا الهلال. والله كنا متخوفين من الجمهور، جمهور الوداد يعني كان طاغي صراحه وحيل، لكن واثقين من الهلال والحمد لله ربحناهم، وكلنا حبايب اليوم جايين يشجعونا جمهور المغرب كله. يعني هذا موقع الهلال الطبيعي، وان شاء الله باذن الله النهائي بين الهلال السعودي والاهلي المصري، نهائي عربي خالص في دوله عربيه. طبيعي اذا كان نملك فريق مثل الهلال نتوقع اكثر واكثر باذن الله. اللهم لك الحمد والشكر. شنو رساله لك الشعب المغربي ومواطنين ديال مدينه طنجه؟ الشعب المغربي واتحاد طنجه كله، وما لقينا منهم الا مرحبا ومسهلا والتشجيع طول المباراه.
مشكورين وما قصرتوا، مشكورين جدا جدا جدا، الله يعطيكم الصحة. أول زيارة المغرب ولا؟ لا لا، كم مرة كررتها، بس هذه أحلى زيارة. أحلى زيارة. اللي وصلنا النهائي وفي طنجة والجمهور المغربي معنا وكلنا عرب، اللهم لك الحمد. يكملها الأهلي بكرة بإذن الله ونتواجه في النهائي إن شاء الله. بإذن الله. توفيق إن شاء الله. وياك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.